أعمال تخريبية عشنا على وقعها. هي الأعمال هذه ليلية كانت، ما كانتش في وضح النهار، لا تمت للاحتجاجات والمظاهرات بصلة، لأنها كانت تحت جنح الظلام. تخلتها أعمال لا أخلاقية، خلينا نقول سرقات، نهب، تكسير، ضربين بالحجر. أعطينا رأيك فيها أنت كمواطنة تونسية. بالنسبة لي أنا رأيي التكسير والتنهيب والسرقة وكل كي ما هوش به بيان سيغ، بيسامحني كي باش يكسروا بوستا ويكسروا يدخلوا عزيزة ومجازن وكارفور من بعد تالي ما هم مش يلقوا حتى شيء. هذه يعني حاجة كما أني توا من بكري وين ندور على بوستا اللي نمشي لها يقول لك مكسر ما فماش فلوس. اي من بعد برسمي اني توا هاول يعطيك الصحة المواطن يخرج الفاتورة وبار هذا الكوليكي اللي تشوفوا فيهم كسر. وانا ديجا تفرجت وشفت كلهم راهم ذراري صغار، فهمتني؟ لا هم يلوجوا في مصلحة تونس ولا مصلحة حتى شيء، يعني الكل راهو غالط في غالط. شاب تونسي نسميها تخلف، خاطر حاجة مش ترجع بالمنفعة لحتى حد، لا علينا احنا كشباب ولا على الدولة ولا حتى حد. حكاية فارغة معناها، زيد عبيد تحب تعمل شوية تهميش تستغل في الظروف بتاع البلاد لأكثر لا أقل. هو ما حقيقش تصير تاع السرقة هذيك، أخرج أعمل إيش تحب، أما السرقة أنا حكاية فارغة. تسرق في ناس بيدا يدبر في ريوسر، ناس زوال يدبر في ريوسر. بالنسبة للولاد الصغار هذوك راهم مركبينهم مفعولة بالحكاية، فما شيء الناس هذي جاية وعاطينهم يوروا فيهم بالكمين كيفاش يجيبوا في العجالة ويجيبوا في الواحد ويعطيه ويحرقوا، معناتها بين حاجه بين كل شيء بين. اما من الحق التونسي راه باش يخرج يتكلم، ناس جاعت راه. والدين نتاعهم وينهم؟ بالحق والدين نتاعهم يشجعوهم يقولهم برا فما يعني سرقه برا باش يدبروا روسهم. حقهم الوالدين نتاعهم يشدوهم، اطفال بين 8-10 سنين حتى يعني الحاكم يعني يخدم في واجب نتاعو، يعني هما حقهم نورمال. اللي انا من رايي هكا، اللي تشد يمشي للصلاحيه. الأعمار هذه معناها حساسة ياسر، أعمار عاشت معناها عايشة في حرمان. هما الحقيقة عايشة في حرمان حرمان حرمان، لازم من تلقاهم مطرودين من المدرسة، تلقاهم فهمتني ولا عائلتهم فهمتني ولا مخصوصة في ألف حاجة وحاجة، ضو مخصوص عليهم كذا. إذا فما نقمة، هما حاسين بنقمة، ما همش فهمتني ولا حاسين فهمتني ولا نفسهم مش مرتاحة، متعذبين هما بيدهم متعذبين. شبابنا متعذب، شبابنا يقطع في البحر يخدم على الموت. يقول القائل صحيح، أوضاعنا الاقتصادية كارثية، البلاد تعيش في أصعب يعني الأزمات اللي عاشتها على الإطلاق، لكن فما حق اسمه حق التظاهر يصير في النهار، يكفلوا الدستور التونسي، اللي يحب يحتج على الوضعية المعيشية يكون في النهار وفي أماكن محددة وبترخيص. أنت معاه حاجة كما؟ انا ما في حاجه واحده، وقت اللي نعرف روحي علاش خارج انا باش نتظاهر من اصل، مش باش نخرج نعمل تهميش ولا نكسر ولا نحرق وانا مش عارف اصلا علاش، فهمت؟ لازم نعرف روحي علاش خارج. اذا كان باش نخرج نخرج بسلوك حذاري، يعني باش نخرج باش ندافع على حقي في خدمه، في نعرفش على حقي في حاجه، المهم تكون حاجة تنفعني وتنفع البلاد في نفس الوقت، مش باش نخرج انا باش نكسر، هذيك حاجة مش باش تزيدني حتى شيء في لا فيا ولا في غيري. يعطيك الصحة، هذا هو. لكن انت كنت تفرجت وكان شفت كلي خرجوا في الليل الكل هكايا، هذوكم رام صغار ما تلقاش شكون بعقله ولا عبد معرس ولا انسان، هذوكم هي هما بطالة. اي من الحق باش نمشيو للمجلس التأسيسي برضه ونمشيو لهم غاديك، نقعدوا لهم غادي ونطلعوا لقصر الحكومة وكل الكل نمشيو لهم، التوانسه الكل شبينا نحن هم الجزائريه، يكون نهار الجمعه يخرجوا على الحكومه نتاعهم ولا لا ضرب ولا تخريب ولا حتى شيء. شنو هي المشكل؟ نحن كي ناقصين حاجه نحن واعيين ومثقفين، وتوانسه الكل قارئه وناس كل تعرف الدنيا هذه كل عليها، ما عندها زايد هذا الكل في الليل وتكسير ومجازانات. يا اخي انت بعد منين باش تشري؟ كي باش تكسر مجازان ولا واحد منين باش يمشي تقضي؟ صحيح بوستة اش فيها بوستة؟ يعني ما فيها مانتا متاع عزيزك وبوك ومماتك واخوك كلها، فهمت؟ حكاية فارغة، معناتها نحن كان نخرجوا سلمية نعملوا نهار في الجمعة، نهار بركة كل نهار أحد، بطبيعة المواطنين التوانسة كل ما يخدموش كل نهار أحد نتلموا ونخرجوا لهم، كل أحد نخرجوا، هاي تبارك الله. كل مرة تخرج لهم ولاية تشوف تهز رواحهم ويمشيوا، ما عادش يزيدوا، يرجع حكم رئاسي ونظام واحد وكا ونقعدوا كيما كنا.
وترجع الدنيا وترجع تفائلوا خير تنقاو الخير. الوالدين في تونس قاعدين قايمين بواجبهم الاصلي كما قبل معني. لا عزيزه لا لا فما برشا لا راني نشوف فيهم اختي انا نسكن انا حكم نسكن لهنا الراب فيهم اختي لا 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 ما فماش والدين اللي قايمه بالواجب نتاعها. الطفل عمره 8 سنين 10 سنين تسيبوا على طرف ذراعه ويخرج يعني ما فماش عزيزه ما فماش والدين اللي قايمين بالواجب نتاعهم. حسب رايك انت كمواطن تونسي قول القايل اكثر الموقوفين او العدد الكبير نتاعهم حسب وزاره الداخليه اعمارهم تتراوح بين 12 و 15 سنه وين العائله؟ لهنا نرجعوا لل كما قلت معناها للوالدين للتربيه للعائله وين العائله في الحالات هذه مادام الاعمار صغيره معناها ما زالت جينيراسيون مش متحضره ما زالت معناها حتى المخ مش كامل ناقصين في برشا حاجات نورمالمون في الحاله هذه الوالدين هم اللي يقفوا الصغار. هي هذيك مشكلتهم فما عائلات فما عائلات ما تحكمش في صغارها فهمتني باش تقولي انت وين العائله فما عائلات تحكم فما عائلات صغير والديه ما يحكمش فيه فهمتني هذه معروفه انت اغلبيه الصغار تو والديهم ما يحكموش فيهم هاو كيما اني واحده من الناس هاني من بكري اكثر من ساعه وانا ندور على بوسطه وين نمشي يقول لك مكسره هذه نتيجه من نتائج الاعمال التخريبيه يعطيك الصحه هذه نتيجه منهم هما وفي الافان الخاسرين راهو اللي خاسر المواطن وكل يشدين الكراسي الكوليكيه هذوكم عندهم شهريه من 5 ملايين الفوق يشد الدار وياكل ومرتاح اونفا في الاخر يشدوا الحبوسات راه عبي الحبوسات وعبي وذيك هي تونس اختي وتونس نعطيك حاجه التالي ليس القدام. بالنسبه للواحد راهي ناس جاعت راه نكلمك انا كلمه راهي ناس جاعت ما عادش نجم راهو الفقر انا واحد من الناس عندي حانوت نقعد بالجمعه وبالعشر ايام ما نستفتحش دينار ما ندخلوش مش يبدا في بالك معناتها انا ندفع في كريا ندفع في كريا حانوت وكريا داري من نمشي نجيبهم انا مو راهو دوروا العجله شويه وسيبوا ناس خلي تخدم وتتاجر والتجاره راهي هي اكثر حاجه راهي تخدم تونس راهي سكروها هم المنافذ الكل سكروها وقعدوا هما يتعاركوا بالبنيه وبالعرك غاديك وا 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 وما فما شيء الصحيح ربي يجيبهم نحن 10 ملايين ولا 11 مليون فهمتني ولا غرقنا في شتر كسمه نورمالمون حبيبي فهمتني ولا ننظروا للشباب هذا علاش وصلوا هكا ثم برشا اسباب من التعليم من الصحه فهمتني ولا من النقل يعني كل شيء ناقص البلاد كل شيء ماهوش مستوي في البلاد من هناك مظاهرات سلميه في وضح النهار ثم دخلاء ما قلناش لا ثم دخلاء فهمتني ولا يحبوا يعملوا شغب نحن ما نقولوش لا لكن زاد اكثر شبابنا علاش معناه يبحر وياخذ البحر علاش شنو السبب تو فهمت يعني 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 شبابنا ضايع مش عارف طريقه ناس ماخذه ديبلو ماخذه فهمتني دكتوراه وماخذه فهمتني ولا ليسونس وماخذه فهمتني ولا عمرها كامل تقرا وفي الاخر فهمتني انا باش يخدم على ابوه ولا امه فهمتني ولا ما يلقاش يلقى روحه ناقص ضايع يولي ابوه هو اللي يعطيه ابوه محشومه هذا يبرر العنف والسرقه والنهب ما يبررش العنف والسرقه لا ما يجيش منه ما انا مانيش باش نبرر هذا ولكن الجوع كفر سنجيعان اشكون باش يعطيه وينها الميزانيه وينها نتاع الفقراء وينها نتاع فهمتني ولا الضعفاء فهمتني ولا وينهم نتاع باش يلقاو فهمتني على الاقل معيشه فهمتني ولا ناس ضايعين شباب ضايع في الطريق ما يعرفش الطريق وين كيفاش تحبوا باش يعمل بون ثم قلت لك انا ما حقهمش يعملوا هكا يعملوا حاجه سلميه فهمتني ولا امور مضبوطه امور كذا ابقى اللي يسرق ولا ذاك معاقبه ثم قانون يردع في هذا لا شك في هذا انا ما نقولش باش يسرق ولا باش كذا ويتعدى على غيره فهمتني ولا يضرب ولا كذا ممنوع يعني نحن مع تطبيق القانون وكذلك ايجاد حلول للشباب وهو كذلك لكن ما لقاوش فهمتني ولا حلول للشباب كما لقينا في الستينات وكما لقينا في السبعينات فهمتني ولا جاو ناس فهمتني ولا اكفاء فهمتني ولا لقاو حلول في الوقت هذاك توا ما فماش شكون فهمتني ولا اللي فهمتني ولا يلقى الحلول المناسبه فهمتني ولا للشباب
فهمتني؟ ولي الناس اللي ناس في الجامعة، ناس قاري في الجامعة، ناس قاري في الجامعة فهمتني، ولاو وما لقاوش خدمة.